تما هي العين تاعو تما في الترك ميم كي يروح للترك هو لي فاكونس خاطر هو لي فاكونس تاعو غير يفوتهم في الترك كل صيف كي يروح للترك يتلاقى بها تما كاين يتلاقى بها في اسطنبول ونورمال عادي. الإرهابي أمير بوخرس المدعو أمير ديزاد لم يكن خائنا وفقط، بل كان خائنا ويفتقد لكل قيم المروءة والنخوة والرجولة. همه الوحيد تحقيق مصالحه الشخصية مهما كانت الوسيلة، من أجل الضغط على من يعارضه حتى ولو كان من أعضاء الحركة. لم يكتفي الإرهابي أمير بوخرس بهذه الأعمال الخسيسة، بل أراد أن يكون غيره بمثل خساسته، فقام بابتزاز عدد من الحراكيين عن طريق صور تحصل عليها بطرق ملتوية وتهديدهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يؤكد على نزالته ودناءته. لما كنت في إسبانيا ما كانش على بالي بالوبجيكتيف تاع أمير ديزاد وما كانش على بالي بالأهداف تاعو، ثم إنسان شخص ما نعرفوش. لما تقربت ليه لفرنسا فهمت بزاف صوالح. كان يبعث لي صور تاع بنات، هو أي شخص أمير ديزاد أي شخص ما يتفهمش معاه في الفكر تاعه أو أي شخص يجبد منه ولا ما يحبش يمدلو حاجة ولا ما يحبش يمدلو معلومة إلا ودائما يبتزو عن طريق أشخاص واحد أخرين مثلا. وهذه فاطمة الزهرة ما حبش تمشي معاه في الفكر تاعه وجبدت روحها منه. لما جبدت روحها منه بعث لي أنا لا فيديو، قال لي بارطاجي عندك هاد لا فيديو باش نديرو هاشتاك. أنا عند بالي هاشتاك، ومن بعد عيطت لي هذه فاطمه قلت لي علاش بارطاجيت لا فيديو تاعي. قلت لها واش راح لي فيك انايا، قلت لها واش دخلني، قلت لها فيديو حمله هاشتاغ، قلت لها راني باغي ننشره. وعاود تواصل معايا ثمثم مور اللي تواصلت معايا هذه فاطمه قلت لي سوبريمي، قلت لها ما سوبريميش. تواصل معايا امير قال لي ما تسوبريميش الفيديو. عيط لي اسماعيل جيطوط قال لي سوبريمي الفيديو، قال لي راك تضر في بنات الناس، قال لي هو عنده رونكيل معاهم تاع لاك تبارطاجي لهم اي ثم روحت سوبريمي ديريكت. ايضا منار منصري كانت تخدم في قناه الشرق وهو كان يخدم في قناه الشرق، هو عنده رونكيل معها قديم وبدا شغل يحفر لها كيفاش يضربها ولا كيفاش يهضر عليها ولا لازم يبعثها لي انا ولا يقول لها واش تقول عليها واش تهضر عليها. ما مولا عيط لي في التليفون يقول لي بلي العربي زيطوط رشيد مسلي راهم يديروا كوتيزاسيون كل شهر 500 دولار يبعثوها لها باش تخلص الكرة. وهو من بعد انا فهمت له الصراع تاعو مع منار منصري واش هو. كي كانوا خدامين في قناه الشرق امير ديزاد كان عنده البرايم تايم، كان عنده حصه كان يديرها، حصه هذيك ما تقدرش تتفرجها بون ما عندوش النيفو انتيليكتيف ما كاش ميم باكاج لغوي شغل درك تتفرج في واحد قاعد في الزنقه قاعد يهضر. دات له هي البرايم تايم تاعو، كي دات له هي البرايم تايم تاعو هو داوس مع تاع المديرين تاع قناه الشرق الاوسط قال لهم كيفاش ودات لي البرايم تايم تاعي، لانه كاين توقيت بارتو يخدموا عليه غير صحفيين باش يدوه من 8 ل 10. هو كي دات له داك التوقيت تاع برايم تايم تاعو بقى جايبها عقابها، ما بقى حتى يعيط لزيطوط يقول له بلي راك تعان فيها وراك تمول فيها وراك تبعث لها كل شهر 500 دولار باش تكري وهذه ما تستاهلش. يعني هو لما يكون عنده صراع مع بنت ولا باش يبتزها ولا لازم دائما يوتيليزي واحد لي كارت باش يضغط عليهم باش يكارتيهم من الطريق. العديد حتى لما كنت نريح معاه في القهوه كي كنت في فرنسا يوري لي تصاور تاع بنات عريانين، يجبد لي التليفون يبدا يقول لي شوف، يعيط للبنات هنايا سوا في الجزائر ولا سوا في فرنسا ويدور لي التليفون يقول لها هذا تعرفيه، تقول له لا ما نعرفوش، يقول هذه صح من بعد نعيط لك يكوبي يقول لي هاشت ماكش معروف. ودائما يحب يبين روحك شغل هو حاجه كبيره والشغل اللي يبغوه واللي يعيط لها ترفد عليه، يبتز فيهم بواحد الطريقه. حتى عنده تصاور تاع بنات عرايه قلت لك وراهم لي تما لو كان هذيك غدوه تقول له ما ترفدش عليه في التليفون ولا تقول له ما تزيدش تعيط لي ولا يبارطاجي لها التصوير تاع فو كونت، سيرتو هو يتمشى بلي فو كونت، عنده لي فو كونت بزاف، عنده واحد الكونت اسمه سفيان، هذا الكونت تاع سفيان هو اللي يجيري به كلش، عطيه الكريديبيليتي. كيفاش عطيه الكريديبيليتي؟ بارطاجي فيه تصاور تاع بنات عرايه ولا بارطاجي فيه معلومات ديزانفورماسيون ويبارطاجي عنده في لاباج كي شغل على اساس هذا سفيان حراكي وانسان وهو كونت وهمي تاعو.
القضيه هذيك ثاني كاينه واحد اخرى تاع بنت اسمها ياسمين، هذه كانت انك ديتوني هنايا وعايشه في باريس، اسمها ياسمين ايزابيل، هذيك ثاني عايشه في باريس ورفدت التصويره تاعو في الالمان، لما رفدت التصويره تاعو ولا يديفوندي عليها وكلش، بعد من طلعت لفرنسا بدا يعيط لها، بدا يبتز فيها، بدا شغل يدير لها في لي زارسيلمون سيكسييل، شغل يعيط لها بلا كام، هي ما تحبش تريبوندي عليه منها. من بعد واش ولا يدير، ولا يطاكي فيها في لي لايف، الطفله حتى دخلت للسبيطار حبت دير طونطاتيف دي سويسيد، هبلت هبلها، يعني دائما عندها واحد لي كارد ديبريسيون، شغل يضغط على الناس باش يا تمشي معايا نرحيك على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوه لك السمعه تاعك ما تولي ما تسواش. حتى انا شخصيا استعمل معايا نفس لا ميثود، واش دار لي؟ ولا يعيط لي في الواتساب ويسبني، ولا يعيط لي في الواتساب ويسبني لما بديت نجبد عليه بعد ما رحت مع عند المحامي وكلش، بدا يسب فيا في الواتساب ولا يقول لي غاضاتك صوريه، واش دخلني في فلانه ولا علانه ولا خاطيني سوق نتا، هذا دخلنيش فيه، وليت نقول له ما دخلنيش في سوق نتا، انا عندي امور راني قاعد نشتغل عليها، عندي بابراس، عندي ورق، عندي طبيب راني نروح نفوت عليه، مانيش قاعد، مانيش ريبوندي عليك، لا غالب بصح ما تمديليش بريسيون كيما هكا، ميم ولا حتى يبارطاجي عليا في الكونتاست فيان سفيان تاعو، ولا يكتب يقول احذر من احسنت اليه ومن ادخلته الى بيتك واكل طعامك. شكون اللي على باله بلي انا كنت نروح عند امير وكنت ناكل عنده في الدار؟ شكون؟ كيفاش هذا سفيان سفيان يضرب خطر؟ ما اللي يعرف بلي هذا بن حليمه كان يروح عند امير وكان ياكل وكان يشربه، كي قلتها له بانيكا، لا انا خاطيني هذا الكونت ماش تاعي، قلت له هذا السيد يضرب خطر المل، وين على باله؟ لقد مارس الارهابي امير بوخرس المدعو امير ديزاد على الحراكيين التابعين له عده اساليب لاقناعهم بانه شخصيه مهمه وذو مبادئ وذو مستوى تعليمي وانه يملك المعلومات، ولكنه في الحقيقه عكس ذلك، حياته كلها غدر وخيانة وابتزاز حتى مع أقرب الناس إليه. أمير ديزاد ما عندوش مصادر، نعطيها لك أنا رسمي، المعلومات اللي تجيه مع إسماعيل زيطوط، المعلومات اللي يستسقيها مثلا عديد من الإرساليات اللي بارطاجاهم ما همش تاوعهم، هذوك راه يلقاهم في الجروب تاع الفيسبوك، هو داخل معاهم ديفو كونت، يجبد هذوك الإرساليات، يدير عليهم اللوغو تاع أمير ديزاد ويبدا يروح في اللايف، يرفد هذاك الفانوس تاعو زعما تاع كونكوا، انا نشوف في الغرفه المظلمه تدركوا على الاونتري، تكون عندي لازم تحت كتبوا المرسل اليه امير ديزاد، يخدم دائما لا استراتيجي باش يخدم على لا بسيكولوجي تاع المشاهدين باش زعما يحسبوا حاجه كبيره. مصادر ما عندوش، قضيه تاع فاطمه الزهراء بوراس خطره اتاكاها، كي اتاكاها علاش اتاكاها؟ باسكو انا كنت مقصر انا وياه، قلت له يا امير، قلت له انا شاك في وحده، قلت له طلعت غير ديرنيرمون، قلت له قعدت 10 ايام قريبه من محمد عبد الله، قلت له هي اللي نظن شاك فيها، هي اللي كاش ما دارت له بيعات ولا باش هبطوه، راح دار عليها لايف وهضر عليها، نكون مريح انا وياه في القهوه، نكونوا نهضروا امور عموميه، امور عامه ديريكت، ما عندهاش معنى، يجبد التليفون تاعو واش نقعد نهضر، يمركي نقاط ومن بعد يخليهم عنده ويروح يدير بهم لايف. احيانا المقالات هذوك تاعو اللي يتكتبوا في الصفحه تاعو الموثقه هذيك، المقالات اللي يتكتبوا زعما على الجيش ولا يتكتبوا على كاش وزير ولا ماهوش هو اللي يكتبهم، والله العظيم ما يفرق ما بين المعرفه والنكره، ما بين كلمه لك المعرفه ولا نكره. نزيدك مثال، هاو اسماعيل زيطوط كي يسمع هذه يفهمها، لما دار الحوار مع الانديبندنت خلصوها باش داروا مع حوار، هو ما يفهمش الانجليزيه، اللي خدم معاه مترجم في ديك الفتره خدم معاه اسماعيل زيطوط، كان الصحفي يطرح له سؤال، الجواب اللي كان يجاوبه فيه كان يجاوبه اسماعيل زيطوط، ما كانش يعطيه الجواب تاع امير. نهار اللي خرج المقال وقراه بدا يترجم له اسماعيل زيطوط بالانجليزيه العربية، شغل يقولوا واش كتبوا عليك، امير قال له بصح انا ما هدرتش هذه الهضره، قال له اسماعيل زيطوط، قال له حي، قال له كنت تبعت واش كنت تقول انت، قال له كارثه قال له كارثه، قال له على الاقل قال له انا شغل عاونتك شويه في الاجابات. ثم شخص صح حقيقه بدون مستوى. لما كنت معاه في فرنسا كنت نتلاقاه دوريا، احيانا جوج خطرات في الاسبوع، ثلاث خطرات في الاسبوع كنت نتلاقاه، تروح عنده باسكو هو ساكن يدور غير في الحياة الراقيه والبلايص. سقسيته قلت له كيفاش لافير تاع ليكستراديسيون تاعك وكلش، فرحان
فرحان. قلت له واش بيك؟ قال لي الحمد لله، قال لي راهم مدين الدوسي تاعي لدي ماجيسترا اللي يكرهوا بوفوار الجيريان. قال لي يعني ما فيهاش؟ قال لي غير ينساو باش يدوني. هنا تفهم باللي كاين ما في فرنسا هي اللي قاعده تبوسي فيه وهي اللي قاعده تعاون فيه. كي كنت نتلاقى بأمير ديزات، كنا خطرة رايحين لفال دوروب هذا مع المغرب، وكان في ذيك الفترة كان إبراهيم دواجي كان متداوش مع أمير. إبراهيم دواجي هضر كلام صح على أمير ديزات، هضر عليه كلام صح. إبراهيم دواجي تلاقى مع أمير في البارك دو سامور، وكان معهم هذا رشيد بن عيسى تاع البينا. هضروا ما بيش واش هضروا بيناتهم، بس زعما يصالحوا بيناتهم بين ابراهيم دواجي وبين امير باش يصالحوا بيناتهم. انا كي كنت رايح من لو بارك دو سامور رايح مع امير للفال دوروب، هو تواصل مع زيطوط، قال له يا الحاج، قال له راني هضرت مع هذه في اواخر تاع نوفمبر ديسمبر، ديبي ديسمبر هكا. ايه حسب واش نفكر، ايه هكا ديسمبر، والله ما نشاف لي دات اكزاكت. مهم كي ضرب معاه قال له خلاص، قال له جا عندي ابراهيم دواجي ورانا هضرنا على الامور وكيفاش نتصالحوا وكيفاش ما نزيدوش نهضروا على بعضانا وكذا 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 وكذا. قال له بصح شوف الحاج، قال له على وجهك، هذا الامير يقول، قال له الحاج شوف، قال له على وجهك، قال له اني صابر له، قال له قسما بالله، قال له كون يعاودها الخطره الجايه، قال له والله غير قدمت به شكوى للشرطه الفرنسيه، لانه امير على باله باللي ابراهيم دواجي عنده البصمه في اسبانيا، وكون يهود لاسبانيا يهبطوه، تسمى ابراهيم دواجي دروك هكا راه في الريسك مادام راه عنده خلاف مع امير. امير قادر في اي لحظه يبلغ عليه الشرطه الفرنسيه ويهبطوه لاسبانيا، ومن اسبانيا يسيب روحها في الجزائر. وهذا التهديد اللي مدو امير مدو العربي زيطوط، العربي زيطوط على باله باللي امير راح يقدم به شكوى، على باله. علاش ما ينبهش ابراهيم دواجي ومو باش يعص روحو منه؟ ماتش مبيوع كاع بين مهروده. هو الصراع تاعو مع صخري عبد الرزاق كيفاش بدا؟ هو كان بيه هو صخري عبد الرزاق ملي بدا الحراك 2019، هو ما كانش يعرف صخري عبد الرزاق من قبل. ملي بدا الحراك من بعد تعرف بيه، ولا صخري عبد الرزاق هو اللي كان يمدلو معلومات على 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 عناصر الشرطه، على اللي شاف اسوي، على كان يمدلو بزاف معلومات لي زانفورماسيون، بزاف مدلو بزاف، هو اللي كان يدعم فيه. من بعد دخلوا في صراع على جاي محمد عبد الله، هذه بدات منها شغل الديبي، هذا شغل الفتيل اللي بدا. امير بعث صخري عبد الرزاق شغل اللي يسب باش يسب محمد عبد الله. صخري يسب محمد عبد الله، من بعد كي سمع بها زيطوط ما عجبوش الحال، عيط صخري بهدلو، قالوا علاش تسبوا. من بعد الصخري ندم، هنا بدا يكبر الصراع بيناتهم. دوزيام دي شوز، وين داوسوا في الريبوبليك على زال الدراهم، ليمو دراهم وداهم امير ونقص منهم 500 اورو سرقها. والله ماني شافي على لاصوم اللي ليموها، بصح ليمو دراهم بزاف، ليمو فوق 3000، ودا منهم امير دا منهم واحد 500 اورو، قال لهم باش نشرو لي في ميجان لا مارش. ما عجبوش الحال صخري، قالوا كيفاش انت راك دخلت دراهم اليوتيوب من باي بال وكلش، قالوا تزيد تدينا من الدراهم تاع لا مارش. زيد اون بليس دو سا واش دار امير؟ ولا يدعم في مرت صخري، ولا يمد لها في معلومات، ولا يمد لها في تصاوير باش تروح تشتكي بصخري عبد الرزاق باش تنحي له الاولاد. هو اللي كان لاما باش يمشي زوجة صخري باش تطلقوا. وشكون اللي خبروا بالمعلومه صخري؟ من بعد علاش صخري هبل ولا يهضر عليه ولا يقولوا انت ماشي راجل ولا يسب فيه؟ ما يقدرش يقولها ديريكت في اللايف، ها واش درت، ها واش درت، ها واش درت، ولا شغل اللي يجيبها له يقول له انت ماكش راجل ديريكت. شكون اللي قال له هذه المعلومه؟ قالها له زيطوط، قال له باللي امير هو اللي راه يبوسي لك في الحاله باش الزوجه تاعك تشكي بيك، وباش هي اللي تقدم عليك بلاغات، وباش ما تزيدش تشوف الدراري. حتى زوجه محمد عبد الله دار لها بريسيون كبيره، ولا في الايامات الاولى كي راح لها محمد عبد الله، ولا يقولها انت اختنا وما يخصك والو، ورانا هنا ونعاونوك وكش ما يخصك. ومن بعد وشو طورت الحاله، واش ولا يدير؟ ولا يعيط لها بلاكام، حلي لاكام نشوفك، حلي لاكام نشوفك. سيد فات لي ليميت تاعو كاع، تالية كاع اللي دارها مع زوجة محمد عبد الله، واش دار؟ ايماجين. انا كنت انا وياه في لو بارك دو سامور،
كي نقول له هذه البلاصه يعرف اكزاكت هما مدروك معلومه يعرف واش قال لي. قال لي زوجة محمد عبد الله دارت التاسيس تاع المحامين تاع محمد. قال لي بعثت لي لا فيديو باش نبارطاجيها لها انا. قال لي واش راهي تحسبني بغل انايا؟ وبدا يسب فيها. قلت له كيفاش؟ قلت له يا امير واش راك قاعد تهضر؟ قلت له كتسب في امراه وراجلها ماهوش هنا وزعما صاحبك. ما تدخلش روحك انا على بالي واش كاين، وبدا يسب فيها بواحد الالفاظ ما نقدرش نقولهم. كي حب يقرب لها وما حبتلوش بدا يبريسيوني فيها وبدا يدير لها كارطه. ماشي غير هي، اسيا قشتو الثانيه كيف دار لها ديزونسيلمون ولا يعيط لها في لي بلاك راه محلي نشوفك حلي ندير حلي منا، يعيط لها يبدا يسب شغل يقدم هو يقدم غير بشويه شغل هو لعبها لهم على اس تاع انا عريان انا ما نحشمش انا نهضر كلام فاحش نقول واش نحب ومن بعد يبدا يقدم بشويه من بعد تبدا فيرسلي تصويرتك واش راكي ديري، يعني يفوت واحد لي ليميت ما توقعهمش. كاين واحد الجزائري جا عندي في المسيره انا ما نعرفوش، هذا الجزائري جا عندي قال لي السلام عليكم سمحت الله واش راك لاباس؟ لاباس بخير الحمد لله. قال لي يا بن حليمه باين سقسي؟ قلت له نعم تفضل. قال لي نبعث لك دراهم مع امير. قلت له شكون بعثهم انت؟ قال لي لا ماشي انا، قال لي حنا بعثناهم. قلت له شكون نتوما؟ قال لي صاحبي مول الحانوت تاع اللي يبيع الكاطو تراديسيونال الجيريا في مونتخي. قال لي راه بعث لك امانه مع امير. قال لي اسكو لحقاتك؟ قلت له ما لحقتنيش انا ما عيبش على هذه الامانه، ما السيد ما قالهاليش. قال لي المهم رانا في لامارش. قال لي ما تخبر حتى واحد. قال لي داك نشوف هذا الامر. قال لي ونعيطوا لك ان شاء الله ونعاونوك باش دير ديزافوكا، لانه هذا لافير جات بعد الاعتقال تاعي من طرف الشرطه الفرنسيه. امير يسرق الدراهم، يسرق سون بيتي. نوفمبر لافان نوفمبر ديبي ديسمبر بديت نرمي له في الماء، بديت ليكيدي فيه، بديت نجبد في روحي منه باسكو عرفتو بلي يسرق الدراهم يبتز في الناس. اسماعيل زيطوط في ديسمبر تواصل معايا لما بديت نكتشف في الحقيقه تاع امير وبديت نجبد في روحي منه. تواصل معايا اسماعيل زيطوط قال لي بلي امير عنده دراهم تاع زوخ، عنده 100,000 اورو راه مخبيها عند بوقزوحة، وعنده الكيو 3 تاعو بعثها له طحكوت اترافير كونسيسيونير الجيريان عايش تما في ليترونجي. يبتز سون بيتي رجال الاعمال منهم طحكوت زوخ حمادي، كاين بزاف ناس ابتزهم. هو كيفاش يدير لا ميثود تاعو؟ يقول لك عندي ملف على فلان ويكتب عليه كيما نقولوا جمله ولا زوج. هو يستنى هذوك الناس يعيطوا له، يستنى اسبوعين ثلاث اسابيع الى عيطوا له ونيغوصا معاهم ودات تشيبا اللهم بارك. ما نيغوصاوش معاه يحط صوالح اللي ما توقعهمش، ما تقدرش ما تيماجينيهمش، ما تستناهمش منه لانه ما يحشمش ما والو. اللي اقترح الفكره تاع اليوتيوب واللي يروحوا اليوتيوب هو اسماعيل زيطوط، واللي اقترح الفكره تاع الباتريون هو اسماعيل زيطوط، واللي اقترح الفكره تاع الباي بال هو اسماعيل زيطوط تاع جمع الاموال. بون ما دخلت على اليوتيوب تاع امير دي زاد تتراوح في اللايف واحد، لايف ما نحكوش على التقطيعات لي سيكونس بعد اللي يديرهم، نحكو على لايف واحد يدخل به 1400، لايف واحد 1400. من بعد روحوا التقطيعات ما فيهمش التبرعات، يعني يحط التقطيعه ديريكت. من بعد لي بيبليستي هذوك تاع اليوتيوب شحال يخرجوا له في الفيديو يخرجوا له من 500 حتى 800. التقطيعات تكون واحد 8 7 تقطيعات، يعني باللايف بالسبع تقطيعات 8 تطيح له واحد 4000 اورو في الفيديو. يعني السيد يدير 4 لايف 3 لايف عنده نديرو 3 لايف في الشهر عنده 12000 اورو الشهر، 12000 من اليوتيوب وحده. الباتريون كيف الفكره تاع الباتريون عطاها له اسماعيل زيطوط. قال له افتح باتريون وحط فيه لي فيديو تاع الدعاره. قال له ديرها ابونمون ديرها 1 اورو الشهر. الباي بال المشكل في الباي بال تاعو يحط الرابط تاع الباي بال، يقول لك من اجل المعتقلين ولازم والتبرعات ولحقها للمعتقلين. اسماعيل زيطوط خطره خبرني، خطره كنت محتاج 150 اورو، كنت استغفر الله كنت محتاج 300،
عيطت له قلت له يا امير خصني 300، قال لي نبعث لك غير 150 ما عنديش. قلت له علاش؟ قال لي نبعث المعتقلين. قلت له صح ماشي مشكل. عيطت مع الزيتوت قلت له حب يبعث لي غير 150، قلت له ما حبش يبعث لي 300. قال لي يكذب، قال لي ما يبعث المعتقلين لا والو، قال لي على بالك بلي يحط الرابط تاع الباي بال تاعو، قال لي عباك شحال يدخل، قال لي غير يحط الرابط، قال لي دخل حتى 10000 اورو، قال لي غير يحطه، قال لي من الصباح لليل قال لي دخل واحد 10000 اورو، قال لي ما يقدرش يمد لك 300، 5000 ما يقدرش يمد لك 1000.